في موضوع مهم مهم برضو نتكلم فيه لحضراتكم النهارده. النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري كان بيتابع ملف مهم. ملف المهم ايه هو؟ هو الاعمال اللي بيتم تنفيذها في جزيره الوراق. عشان كده بقول لحضراتكم ده كلام مهم، والملف اللي كان بيناقشه دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم ايضا مهم. خلينا نعرف تفاصيل اللي دار والموقف ايه في جزيره الوراق، وارحب بسيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسه مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. سيادة المستشار اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. اهلا بحضرتك فندم. سيادة المستشار، ايه اخر التطورات؟ قول لنا، يعني انقل لنا صوره جزيره الوراق بعد اذنك. في الحقيقة يا فندم، اليوم دولة رئيس الوزراء عقد اجتماع يعد الثاني خلال الفترة الأخيرة لمتابعة الأعمال التي يتم تنفيذها في الجزيرة. الهدف من الاجتماع اليوم متابعة الموقف التنفيذي لما يتم القيام به من أعمال لبناء مجتمع عمراني جديد بجزيرة الوراق. نعم. خلال الاجتماع يعني دولة رئيس الوزراء أكد أهمية الأعمال التي تتم يعني في إطار مخطط عام لتطوير جزيرة الوراق، وأنه أهمية متابعة الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الإطار، خاصة أنه الدولة بتسعى يعني في العديد من المناطق وليس فقط جزيرة الوراق للنهوض بالمناطق غير الآمنة وغير المخططة، وبتزودها بشبكة من الخدمات اللي بتسهم في تحسين معيشة المواطنين. فاجتماع اليوم كان بيهدف لمتابعة هذا الأمر، وأيضا متابعة ما يتم تنفيذه أو ما تم تنفيذه بالفعل من صرف تعويضات للمستحقين في هذا الصدد. طيب، تقريبا نفذنا كم في المية من المشروع الجديد لجزيرة الوراق؟ الخدمات اللي بقت موجودة ما كانتش موجودة في الجزيرة قبل كده، وبعدين نتكلم عن التعويضات والناس. اتفضل. بصفة مبدئية يا فندم، المرحلة الحالية هي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع استعرض حجم الأعمال المنفذة والجهود اللي بتتم لتوصيل المرافق والخدمات المختلفة. وأوضح معالي الوزير خلال الاجتماع أنه المرحلة العاجلة من مشروع التطوير بتشمل تنفيذ 50 برجا بإجمالي 2184 وحدة سكنية. وأنه كان في خدمات كتيرة مش موجودة في الجزيرة يا فندم. بالتأكيد يا فندم. نعم. ال 50 نعم. برج سكني من إجمالي 94 برج سكني، وأنه المشروع بيشمل أيضا تنفيذ مجموعة من الخدمات المتكاملة بتتضمن مركز شباب، مركز تجاري، منشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة. فتم استعراض معدلات التنفيذ، وكما ذكرت حضرتك أنه بيتم تنفيذ حاليا خلال المرحلة العاجلة الأولى بيتم تنفيذ 50 برج من إجمالي 94 برج سكني. وأيضا المشروعات اللي بيتم تنفيذها في الجزيرة خلال المرحلة الحالية بتشهد عملية تطوير ونهضة شاملة قطعا ستسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة في الجزيرة بصفة عامة. نعم. طيب، المرحلة الأولى يعني مشروع جزيرة الوراق كله هنستنى لما يكتمل، ولا بمجرد انتهاء المرحلة الأولى خلاص الناس هتتعامل وتعيش طبيعي وبعدين ندخل المرحلة الثانية، والمفروض تخلص امتى يا فندم؟ المعدلات التنفيذ يا فندم جارية وبيتم تنفيذها على قدم وساق، ولكن احنا في المرحلة الأولى بنهدف إلى بجانب التنفيذ الأبراج والوحدات السكنية اللي أنا أشرت إليها. نعم. بيتم تنفيذ حاليا مراعاة انه يتم تسكين او تعويض المواطنين او توفير وحدات سكنية بديلة لهم
في مجرد انتهاء المشروع، وبالتالي سيتم يعني سيتم التخصيص فورا من دلوقتي وليس انتظارا لانتهاء المشروع إن شاء الله كما وجه دولة رئيس الوزراء. سيتم تخصيص الوحدات و لمن يريد بطبيعة الحال من السادة المواطنين أن يستمر أو يحصل على وحدة جديدة في الجزيرة بعد بناء المجتمع العمراني الجديد، سيتم تخصيص وحدة بصورة مباشرة له، أو من يرغب في الحصول على التعويضات سيتم أيضا صرف التعويضات بصورة مباشرة بمجرد ما يتم تخصيص التعويضات وتحديد من يرغب في الحصول على التعويضات سيتم صرفها بصورة فورية. يعني هم لسه ما اختاروش. لا بالفعل بعض السادة المواطنين قاموا بالاختيار، والبعض الآخر مازال من المقيمين في الجزيرة لم يختار بعد، وهذا الأمر يعني جاري الانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة. يا إما ياخد تعويض مادي، يا إما يختار إن هو يسكن في البدائل العينية يا فندم. البدائل العينية. بالضبط تمام يا فندم. تمام طيب النهارده برضو كان في خبر كده محتاجين نعرف امتى بقى، يعني اولا فكره انه في اعياد مسلمين فما بيبقاش في قطع كهرباء، ده شيء عظيم. اعياد مسيحيين ما فيش قطع كهرباء، شيء عظيم. فكره دخول الامتحانات برضو الكهرباء مش هتقطع. في الحقيقة فندم الدولة بتعمل قدر الإمكان على تخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الأحمال، وكما تم من قبل التنسيق كما سبق خلال الترم الأول من العام الدراسي، التنسيق ما بين وزارة الكهرباء ووزارة التربية والتعليم من أجل مراعاة التوقيتات تخفيف الأحمال بما لا يؤدي الإثقال على الطلاب خلال تلك الفترة من الامتحانات. بالفعل تم الاتفاق أيضا خلال الفترة المقبلة ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الكهرباء بحيث أنه يتم تعديل توقيتات تخفيف الأحمال. كما تعلمين حضرتك أنه تخفيف الأحمال كان بيتم من الساعة 11 صباحا حتى الخامسة مساء، فتم الاتفاق على انه يتم تخفيف الاحمال بدلا من ذلك من الساعة 3 مساء حتى 7 مساء، حتى يعني يعني نتجنب الفترة الصباحية. تعديل جدول تخفيف الأحمال. تعديل جدول تخفيف الأحمال، وهذا الأمر بيأتي في إطار مراعاة ظروف الامتحانات وظروف الأسر المصرية وعدم التضييق على الطلاب أثناء فترة الامتحانات. وإن شاء الله يعني كما ذكرنا من قبل إنه الدولة بتعمل جاهدة للتخلص تماما من تخفيف الأحمال في أقرب فرصة ممكنة، ولكن خلال المرحلة الحالية هذا الأمر لا يمنع من التخفيف على الطلاب من خلال تعديل جدول الامتحانات، وهو أمر سبق القيام به خلال الترم الأول من الامتحانات، وإن شاء الله سيتم تطبيقه خلال الفترة الحالية أيضا بدءا من يوم 8 مايو وحتى 20 يوليو المقبل. هتخلص الامتحانات ست المستشار وهنبدأ الصيف، إن شاء الله. فالناس والصيف استهلاكاته كتير، وفي أماكن معينة ما بيتمش قطع الكهرباء فيها، خلاص عرفنا القصة دي. لكن الناس عايزة تفهم تقريبا ممكن مشكلة الغاز فبالتالي الكهرباء ما تقطعش تقريبا في خلال قد إيه تتحل؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أنه الاجتماعات متواصلة، والسيد رئيس مجلس الوزراء حريص كل الحرص على الانتهاء من تلك المسألة، وإن شاء الله يعني بنأمل أنه خلال الفترة المقبلة تكون هناك يعني جهود إيجابية وجهود يتم الإعلان عنها لانتهاء من تخفيف الأحمال. نحن بنعمل قدر المستطاع على توفير الموارد اللازمة التي تمكن الحكومة من الانتهاء من تخفيف الأحمال. يعني الدولة مدركة لصعوبة هذا الأمر وما يمثله من إثقال على كاهل المواطنين، ولكن يعني بأكد لحضرتك أنه هذا الأمر محل متابعة شبه يومية من السيد رئيس مجلس الوزراء، وإن شاء الله سيتم الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة إلى بصورة دائمة خلال هذا العام يا ست المستشار.
خلينا نأمل خيرا إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله يعني نشهد تطورات إيجابية إن شاء الله إن خلال شاء هذا الله العام إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك فندم، شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد حمصاني متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء. خليني أطلع فاصل وأعود وأتواصل مع حضرتك.